يقول بأن والدتي توفيت قبل 3 سنوات ولم تؤدي فريضة الحج، وأريد أن أحج عنها فريضة الحج، وأنا لم أتزوج ولم أحج عن نفسي، فهل يصح أن أحج لها والأمر كذلك؟ أفتونا بذلك جزاكم الله خيرا. أولا لا بد أن نسأل عن هذه الوالدة، هل الحج فريضة عليها أم لا؟ لأنه ليس كل من لم يحج يكون الحج فريضة عليه، إذ أن من شرط الحج أن يتوفر عند الإنسان مال يستطيع به أن يحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الأصلية. فنسأل هل أمك كان عندها مال يمكنها أن تحج به؟ إذا لم يكن عندها مال يمكنها أن تحج به فليس عليها حج، فالذي ليس عنده مال يحج به ليس عليه حج، كالفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه زكاة. وقد ظن بعض الناس أن الحج فريضة على كل حال، ورأوا أن الإنسان إذا مات ولم يحج فإن الحج باق في ذمته فريضة، وهذا ظن خطأ. الفقير لا حج عليه، ولو مات لم نقل إنه مات وترك فريضة، لو مات لا نقول المزكي، بل نقول من ليس عنده مال فلا زكاة. فنحن نسأل أولا هل أمه كانت قادرة على الحج ولم حتى مات، أو أنها عاجزة ليس عندها مال فالحج ليس فتن عليها، وحينئذ لا تكون في قلق ولا تكون منزعجة من ذلك، لأنها ماتت وكأنها حجت ما دامت لا تستطيع الحج. وعلى الاحتمال الأول أن عندها مالا تستطيع أن تحج به ولكنها لم تحج، يحج عنها من تركتها لأن ذلك دين عليها، وإذا لم يمكن كما هو ظاهر السؤال فإنه لا يحل لك أن تحج عنها حتى تحج عن نفسك. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، فلا يحل لك أن تحج عن أمك حتى تؤدي الفريضة عنك. ثم إذا أديت الفريضة عن نفسك فإن كنت في حاجة شديدة إلى النكاح فقدم النكاح، لأن النكاح من الضروريات أحيانا، ثم إن تيسر لك أن تحج عن أمك بعد ذلك فحج. بارك الله فيكم. في العام الماضي 1417 وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام وأديت الفريضة متمتعا عن نفسي، وإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج مفرد وليس تمتعا فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني مدورين. لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. واختلف هذا الحديث في ألفاظه، هذا أحده، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره. نعم.